أعود من جديد إلى دكتور إحسان الخطيب. دكتور إحسان، وفقا لما ذكره السيد محمد سعيد ووفقا أيضا لهذه المتغيرات وما ذكرتماه حول المسألة المتعلقة بأن هناك تضخيم من قبل إسرائيل وتعتيم من قبل إيران، لكن إسرائيل لم تصدر بيانا محددا بشأن الأهداف، لم تصدر صورا ومقاطع فيما يتعلق بهذه الاستهدافات، وهي يعني معروف عنها البروباغندا القوية، وخاصة هي أخرجت يعني الضرب اليمن، ضرب في لبنان تخرجه بشكل جيد للغاية. وأتساءل، هل هناك يعني قصد إسرائيلي من وراء أن تحدث نوع من التذبذب والتعتيم هي الأخرى حول نوعية وطبيعة الأهداف بالتحديد التي استهدفتها هذه الضربة؟ شوف، بالنسبة أنا أعتقد إيران كدولة، إسرائيل كدولة، لا مصلحة لهم في الدخول في حرب. يعني أنا أعتقد حتى رابين يعني قال أنه إسرائيل لا ترى في إيران عدو، بالعكس ترى حليف، وهذا يعني رابين هذا، فلا يشد هناك عداوة بينهم دخول الحرب، ولكن هناك رأي عام داخلي في إيران وهناك رأي عام داخلي في إسرائيل. يعني إسرائيل وأمريكا لا يريدوا إحراج النظام الإيراني كي لا يضطر أن يقوم برد. أنا أعتقد هذا عامل من العوامل، يعني هي غطرسة القوة عند إسرائيل التي تجعلها تتمادى، ولكن يعني ليس هناك مصلحة. لا أعتقد إسرائيل يريد توسيع الحرب، ليس له مصلحة في الدخول في حرب شامل. يعني هو ركز على غزة، حزب الله في لبنان لم يحسبها صح، واعتقد انه قواعد الاشتباك القديمه، اسرائيل القديمه، تبادل واحد يهودي بألف عربي، هذه اسرائيل جديده. يعني هي قواعد الحرب القديمه زدتوها الاسرائيليين وقالوا هناك اسرائيل جديده ونريد ان ندمر اعدائنا. وقع في هذا الفخ حزب الله، يعني كان يعمل بقواعد اشتباك قديمه، طلعت اسرائيل جديده. الايراني اعتقد هو ذكي، حسب صح من البدايه، عرف انه في إسرائيل جديدة، يمين يهودي متدين متطرف يريد التدمير، وهناك أمريكا تحكم العالم، يعني ليس هناك تعدد أقطاب، أمريكا تحكم العالم، وهناك قيادة ضعيفة، وهناك دعم غير محدود لإسرائيل. إذن إسرائيل تفعل ما تريد. إذن نحن أمام تبريد يعني للصراع دكتور إحسان، ولا تتوقع أن ترد إيران؟ عزيزي، لا تدخل بحرب، بدك حد أدنى طرف واحد يعني يكون يريد الحرب. إذا إسرائيل ما بدها الحرب مع إيران، وإيران ما بدها الحرب مع إسرائيل، إذا كيف تحصل حرب بينهم؟ يعني هناك ماء الوجه، ونحن بحاجة للرد وحق الرد. يعني هذا يعني بيتكلموا عن يعني تيت فور تات بسموه الأمريكان، يعني هذا رد ورد مقابل، يعني بس يعني ضغط عليهم للرد. ما معقول دولة تهاجم ولا ترد يعني، ولكن هل يريدون الحرب إطلاقا؟ لا، مش مصلحة إسرائيل تفوت بحرب مع إيران. إيران دولة كبيرة، دولة قوية، ويعني اذا دخلت بحرب مع اسرائيل يعني بتكلف اسرائيل، يعني ليست نزهه. يعني الايراني عمل استعراض قوه، بعت الصواريخ والاسلحه والمسيرات وبلغ كل العالم وبلغ الامريكان وحتى حاول الامريكان والفرنسي والبريطاني والاسرائيلي، ومع ذلك يعني كان سقوط بعض هذه الصواريخ التي ارسلها. هو لا يريد حرب مع اسرائيل عدة اسباب، منها أن الأمريكي موجود في المنطقة وبقوة، يعني الأمر عقلاني أيضا، الأمريكي موجود بقوة في المنطقة، ويقول وزير الدفاع حرفيا، يعني مش عنده كلام مبهم مثل تايوان الغموض الاستراتيجي، لا، وزير الدفاع يقول ندخل بحرب مع إسرائيل، فهذا أمر واضح بالنسبة لإيران، يعني لا تلعبوا مع إسرائيل. نعم، أريد أن أدقق معك جزئية متعلقة بما أعلن عن أن هناك استهداف ل 23 موقعا داخل إيران، تم استهدافهم بواسطة 100 طائرة إسرائيلية. الحديث عن 100 طائرة هو كما هو متعارف في العلوم العسكرية يكون ثلث هذه الطائرات للحماية، يعني نتحدث عن 70 طائرة أو 60 طائرة. لو تحدثنا عن أن كل طائرة ضربت مغذوفين، نتحدث عن ما يقرب من 120 إلى 140 قذيفة. لو تحدثنا، يجب أن نتحدث عن أن هناك لربما يجب أن نتحدث عن أكثر من 100 استهداف وكم خسائر كبير. أعود إلى نفس النقطة التي كنت أتحدث فيها مع السيد محمد ومعك دكتور إحسان، هل هناك محاولة لحجب هذا الصراع، لوقف هذه المواجهة المباشرة ما بين إيران وإسرائيل، ومحاولة وضعها في مجرد الصراع ما بين حلفاء إيران وأذرعها وما بين إسرائيل فقط إلى المرحلة الأولى والتكوين الأول لهذا الصراع؟ تقول عنها مسرحية عندما إيران هاجمت
إسرائيل قيل عنها مسرحية ما بلغت الجميع بذلك. واليوم يعني هو يعني كان هو استعراض قوة من الإيراني بالنسبة للإسرائيلي، واليوم نجد أنه استعراض قوة من الإسرائيلي بالنسبة للإيراني، واستعراض قوة. نحن إسرائيل، نحن دولة قوية، نحن قادرين أن نفعل ما نريد يعني. ولكن هل هم يريدون ضرب إيران ضربة قوية مفجعة بحيث أن النظام الإيراني يضطر إلى دخول إلى تصعيد أكثر؟ لا لا، ليس لهم مصلحة لذلك يعني. لا إيران بدها حرب ولا إسرائيل بدها حرب. ولكن يعني أنا مختلف معك بكلمة أزرع، يعني حماس ستحارب إسرائيل بدعم إيراني وبدون دعم إيراني. اللبنانيين احتلت إسرائيل الجنوب فيحارب إسرائيل بدعم إيراني وبدون دعم إيراني. يعني الموضوع معقد أكثر من ذلك. يعني إيران هي دولة عندها نفوذ، فهي تستثمر في الأزمات، وجدت أنه في أزمة تستثمرها هذا يكون عندها حضور إقليمي وحضور عالمي، وهي سياسة يعني سياسة حتى الأمريكي يقبلها. حتى أوباما قال على العرب تشارك المنطقة مع إيران، يعني كما يعني تشارك المنطقة مع إيران وإسرائيل. هناك أحيانا تقاطع مصالح بين إيران وإسرائيل، هناك تنافر في المصالح بين إيران وإسرائيل.